السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو اول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. عفوا يا شباب. النهاردة يا شباب نعمل اثبات سحب ب 70 روبل. الموقع اللي على طول بنعمله اثباتات سحب، الموقع يا شباب قلنا ما يصلحش غير لاصحاب قنوات اليوتيوب، يستفاد من فيديوهين في اليوم ويحصل على 50 روبل في اليوم. الفيديو الواحد بيحصل على 25 روبل، الاول كان 60 روبل دلوقتي خلاهم 25. هنحط كده رقم المحفظة يا شباب ونحطه هنا المبلغ 70، وهنخش على بنك الباير يا شباب اللي اخر حاجة عندنا كانت 7 روبل و92 سنت، وهنيجي كده نعمل طلب سحب. اهو يا شباب السحب كده تم. هنخش على الباير ونعمل ريفريش. اهو يا شباب السحب وصل، وبكده يا شباب الموقع صادق لحد الان، مفيش منه اي مشاكل. عن نفسي في ناس اشتكت منه كتير، بس انا عن نفسي ما حصليش منه اي مشكله. كده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله.